طيب شيخنا، طبعا سننتقل لأبو داود من الدنمارك وأطلنا عليه، ومحمد من تركيا، ولكن السؤال الأخير يعني إجابة وجيزة لو سمحتم حول النافلة بعد صلاة المغرب، حتى نكون طرحنا كل أسئلة الأخ. نعم، تفضلوا. بالنسبة للنافلة ليست بعد صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب بعد أذان بعد المغرب. أذان صلاة المغرب، نعم. نعم، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قد اختلف أهل العلم في وقت النافلة، لأن وقت المغرب في الأصل الأفضل أن يبادر فيه لصلاة المغرب في أول وقتها. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فاختلف أهل العلم في دلالة الحديث، فذهب مالك رحمه الله إلى أن الحديث يدل على كراهة صلاة الركعتين، لأنه لما قال صلوا قبل المغرب ركعتين في المرة الأولى والثانية والثالثة لم يكن ذلك للوجوب قطعا، لأن الصلاة لا يجب منها غير الخمس، لأن الله قال له ليلة المعراج: هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. نعم. فكان للندب، فلما قال بعده لمن شاء فالنهي فالتخيير مناف للأمر، فكان تخييرا والتخيير ناسخ لما قبله، فيكون ذلك نسخا للأمر الذي هو على وجه الندب. وذلك أن المالكية يرون أن أحكام الشرع الأحكام التكليفية خمسة فقط، هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فالوجوب ليس داخلا في الأمر أصلا، والندب كان قبل قوله لمن شاء، وبعد ذلك لا تصل العبادة إلى الإباحة المستوية الطرفين، لأن العبادة لا تكون مباحة أبدا، إما أن تكون مأمورا بها أو منهيا عنها، نعم. فلا تصل حينئذ عندهم إلا إلى الكراهة. وذهب الجمهور إلى مشروعية صلاة ركعتين قبل إقامة المغرب إذا كان الإمام سيتأخر، وقد صلاهما مالك مرة واحدة، دخل المسجد بعد الأذان فتأخر الإمام لعارض، فجاء صبي فقال: يا أبا عبد الله ألا تركع؟ فقال: أحرم مالك وركع ركعتين. فلما سلم الناس أتاه علماء المدينة فقالوا: رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله، ولا رأينا أحدا من أهل العلم ببلدك يفعله. قال: إن هذا الصبي قال لي: يا أبا عبد الله ألا تركع؟ فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. طيب، جميل يعني جدا، وربما الشرح أصبح وافي لأن الأخ كان يتواصل ويود أن يستمع إلى إجابتكم شيخنا الحبيب.